السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك وكرمك علما. كيف أصبحتم طيبين إن شاء الله؟ طيب، نكمل موضوعنا حول الإنزيم ستراكشر والإنزيم كاتاليسيز، وكيف الانزيم يشتغل از كاتاليست. اوكي، قلنا وصلنا الى هذا السلايد اظن، اللي هو الريت انهانسمنت باي انزيم. مظبوط يا شباب؟ اظن هنا وصلنا ان شاء الله رب العالمين. اوكي، شو يعني ريت انهانسمنت باي انزيم؟ يعني كيف الانزيم بيحسن التفاعل، يعني كيف الانزيم بيسرع التفاعل. خلينا نحكي كيف الانزيم بيسرع التفاعل يا شباب يا طيبين. تمام، في ميكانيكيات معينه راح نحكي عليها اليوم، ولكن كيف ممكن نحسم كم سرع التفاعل؟ يعني التفاعل كانت سرعته 10، عملناه 100، كيف سرعنا؟ كيف حسبنا انه صار 100؟ في عندنا شيء اسمه الريت انهانسمنت. اوكي، هلا لاي انزيم في له سرعه معينه، شايفين قدره معينه في تحسين التفاعل، مش نحفظ هذا الجدول بس عشان تكونوا بالسرعه. راح ناخذ مثال كيف حسبنا ال10 قوه 14 تبعت مين؟ صاحبنا الحامض الامين اليورياز اللي بحلل اليوريا. اوكي، لو جينا اخذنا التفاعل اللي هو الانكاتالايزد يوريا هيدروليسيس، تحلل اليوريا بدون انزيم، راح نجد انه جزء مش عارف بالكم، هاي بالمليار ولا بكم من الثانيه. اوكي، من المولكيول. يا شباب بس عشان تكونوا عارفين يعني كم بسرع، يعني كم عدد الجزيئات اللي بيحللها في الثانيه. تمام، هلا هذا الانزيم التفاعل بدون انزيم بيحلل هذا المقدار اللي هو 10 قوه ناقص 10، يعني كم هاي؟ المايك شغال يا شباب؟ هاي في ثم، يعني اكادوا ابتلعوا المايك، الله يرضى عليكم. يعني ايش اعمل؟ قولي. اوكي، فاذا كان بيحول، خلينا نحكي جزء مش جزء، صفر 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 9 اصفار، وبعدين نحط الثلاث مولكيول في الثانيه، يعني شيء بطيء جدا 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 لا يكاد يذكر. مظبوط، يعني انا عشان احلل لي 10 جزيئات بدي ابصر اكم، صح؟ وش مش صح. طيب، بينما الكاتالايت انزيم اللي هو فيه، لما استخدمنا اليورياز انزيم للتحليل، وجدنا انه هذا الانزيم قاعد بيحلل في الثانيه الواحده كم جزيئه يا شباب؟ تمام، 30,000 جزيء. اذا هو كم سرع التحلل هذا الانزيم؟ حولناه من 0.003 الى 30,000، فهي نسبه هذا الى هذا. فبنقسم زي ما انت شايف الريت انهانسمنت، بنقسم ايش هي الكاتالايزد ريت بوجود الانزيم، بنقسمها على مين يا شباب؟ على الريت اوف انكاتالايزد انزيم. اوكي، هل القوه عندك 10 قوه 4، لانه الثلاث مع الثلاث لا راح تروح، صح؟ مقسومه على مين يا شباب؟ 10 قوه ناقص كم؟ 10. الاسس عندما تقسم شو بصير عندك يا شباب؟ 4 تجمع، صح ولا لا؟ زائد ولا تطرح؟ شو رايكم؟ تطرح، ايوه، 4 ناقص، وهي كم اشارتها؟ ناقص 10. ناقص ناقص شو بتصير يا شباب؟ زائد. ف 4 زائد 10 بتطلع كم الجواب؟ 14. فصاحبنا هذا الانزيم سرع التفاعل، خلاه يصير من 0.0003 الى 30,000 مولكيول في الثانيه. شفتوا كيف كان حسبنا السرعه هاي؟ وهكذا يا شباب، الله يرضى عليكم. اوكي طيبين، بنقسم الكاتالايزد على الان كاتالايزد، بننتبه انه الاسس في القسمه تطرح، فبنشوف نسبه من هان الى هنا، الله يرضى عليكم. طيب، الانزيمات الكاتاليسيس، انتبه مع الله يرضى عليك. سلو رياكشنز، التفاعلات البطيئه، فيس سيجنيفيكانت اكتيفيشن بارير. خلينا نحكي لو عندي تفاعلين بطيئين، شو اللي بيخلي التفاعل مثلا A و B؟ اوكي، B و A تفاعلين بغض النظر، هذا التفاعل A أبطأ من التفاعل B. طب شو الفرق بينهم؟ عشان يمشوا رح نجد انه الفرق بينهم بين ايش يا شباب؟ بالاكتيفيشن بارير. طبعا بعيدا عن السبستريت و الى اخره، بنحكي بس كمفهوم، رح نجد انه التفاعل الابطا، كل ما كان التفاعل ابطا كل ما كانت ايش الاكتيفيشن
بارير اللي هي ايش؟ الدلتا جي جي بلس ايش مالها؟ كل ما كانت ايش؟ اعلى. اذا التفاعلات البطيئه عندها كميه عاليه من مين؟ من الانرجي بارير، الاكتيفيشن بارير. لذلك عشان نتغلب عليها بدنا نعطيها طاقه اعلى حتى نقدر نمشي هذا التفاعل. واضح شو مفهومها؟ واضح شو المقصود؟ انه السلو رياكشن التفاعلات البطيئه عندها كميه معتبره من مين؟ من الايش؟ من الانرجي بارير، يعني السور تبعها عالي عشان نقدر ننط عنه بدنا ايش؟ قوه اكثر. واضح يا طيبين؟ فلازم نتغلب عليها باعطائها قوه اكبر. هلا من اشكال الانرجي بارير، من اشكال الانرجي بارير، انرجي بارير از ذا انرجي ريكويرد فور رياكشن تو بروسيد. مزبوط حكينا هذا الكلام. من اشكال الانرجي بارير انه ايش؟ حتى تحول انت السبستريت الى برودكت تعمل الاين ميد رياكشن جروب، مش في رياكتنج جروب فانكشنال جروب بس على التفاعلات تعمل فيها بتوضحها مقابل بعضها البعض بحيث تتفاعل هاي مع هاي مثلا. فورميشن اوف ترانزيت انستابل تشارج، عشان تقدر تحول هذا المركب من الى، ممكن انت تغير الشحنه تبعته تخليه من بوزيتيف لنيجاتيف او تخليه من ستيبل لنيجاتيف، بالتالي خليته انت ايش؟ انستابل. واي مركب انستابل سهل انك تحوله لمركب ثاني، اما اذا كان ستيبل صعب تشتغل عليه. ايضا بوند ري ارينجمنت، اعاده ترتيب البوندز في المركب، شيل من هون حول هاي الدبل بوند لسنجل، السنجل حول هذا الدبل وهكذا. تمام. اذر ترانسفورميشن، انك تعمل نقل لجروب مثلا من هاي الكربونه لهاي الكربونه، من هاي الذره لهاي الذره. واضح؟ كل هذه عباره عن اشكال من مين يا شباب؟ من الدلتا جي ايش؟ بارير. اوكي، الدلتا جي باريرز، هذه الاشكال من الباريرز لازم نتغلب عليها حتى يمشي التفاعل. تو اندرجو رياكشن، حتى يمشي التفاعل دي مولكيول ماست اوفركم ذيس بارير، اي واحد من الباريرز. اوكي، and therefore must be ايش؟ raised to higher energy level. مش بس بدنا نتغلب عليه، كيف بدنا نتغلب عليه؟ مثلا هذا بده حكينا طاقه مقدارها 10، اذا اعطيته 10 ما راح يمشي، انت اعطيته خلاص لازم تعطيه ايش يا شباب؟ اكثر، بدك تعطيه 12 مثلا. اذا اعطيته 12 وهو بده 10 اه والله خلاص تمام بمشي التفاعل. واضح يا شباب؟ at the top of the hill. هلا شفت الكيرف السابق وهيك كان هيك صح؟ عفوا شكل الكيرف كان هيك، عندك هنا السبستريت وهنا البرودكت مزبوط، وهنا كانت ايش يا شباب؟ التوب اوف ذا هيل اللي هي هنا كانت الترانزيشن ستيت سميناها، اللي هي الانرجي بارير. هاي هي الانرجي بارير تمام يا طيبين، هاي الانرجي بارير. اوكي، هنا لازم نتغلب عليه بنوصل هنا، هاي ال10 اللي حكيت عليها هنا. هلا اذا اعطيت 12 بتمشي لهنا، اذا خليتها 10 بتضل لك هنا، اذا نزلتها ل 9 بترجع هنا. اذا ات ذا توب اوف ذا هيل في قمه الهرم هذا او الجبل ايش مالك؟ عندك احتمالين 50% و50%. 50% انك تكمل التفاعل تعطيه طاقه كافيه وتحوله لمين؟ لبرودكت. و50% انك ترجع تحول تخليه لايش؟ على السبستريت شيب الستيبل تبعه. واضح يا شباب؟ ادي توب اوف ذا هيل. هلا بنشوف بالرسم كمان، شوف هاي الرسمه امامنا، خليك مع الله يرضى عليك. عندك هذول التو كيرف شو بيمثلوا؟ بيمثلوا انه هاي الرياكتنت وهي البرودكت، في اثنين نفس الشيء الطاقه تبعهم واحد، الفرق ما بين الرياكتنت والبرودكت هي مين يا شباب؟ الدلتا جي اوف ذا رياكشن زي ما شرحنا سابقا، اللي هي طاقه التفاعل، اللي ايش؟ عباره عن الفرق في الطاقه ما بين المتفاعلات والبرودكت. لاحظ الدلتا جي. اوكي، هلا في عندك شيء بنسميه انرجي بارير ما بين السبستريت والبرودكت اللي هو من السبستريت للبرودكت. اوكي، وفي عندك انرجي، لاحظ ذكرناها المره الماضيه. اوكي، وفي انرجي بارير ما بين البرودكت لا السبستريت، دي بتكون اعلى لانه انت بتكون طاقه البرودكت اقل حتى تقدر بدك تصرف طاقه اكثر حتى تمشي. في شيء ثاني عندنا هون كمان ايش يا شباب؟ اللي هي عندك الانرجي بارير. شوف التفاعل اللي باللون الازرق، هذا التفاعل اذا كان بدون انزيم انكاتلايزد، لاحظ مقدار الطاقه ما اعلى هيو هذا، خلينا نحكي انه 10. بوجود الانزيم، الانزيم شو اللي راح يعمله؟ راح يقلل هاي الطاقه يا شباب، يخليها بهذا المقدار اللي هو نحكي مثلا 2. هلا انا عشان امشي التفاعل اني اصل 2 اسرع من انه اوصل 10، صح ولا لا؟ اذا انت عندك خط هاي 2 وهاي 10 صح، وهاي 2، عشان تمشي من هنا لهنا مين بتوصل له اسرع؟ 2 اكيد بتوصل له قبل ال10. واضح؟ فمن هنا لاحظ انه الانزيم ايش اللي عمله؟ الانزيم ات لوورز ذا اكتيفيشن انرجي. اذا الانزيم بيسرع التفاعل يا شباب من خلال ايش؟ انه يقلل الدلتا جي بلس بلس. كيف بيقللها؟ في له ميكانيكيات راح نحكي عليها. اوكي يا شباب، اذا الانزيم ات ويل لوور ذا اكتيفيشن انرجي ان اوردر ايش؟ مش يعني الانزيم كل الانزيمات تشتغل هذه الطريقه، كل الانزيم يا شباب بتسرع التفاعل من خلال ايش؟ تقليل الانرجي بارير. واضح؟
اذا كان الانزلزال شفنا في الريت انهانسمنت بدي انا خليني احكي بدي 10 ثواني حتى احلل 1 موليكول بدون انزيم. بوجود الانزيم بجزء من الثانيه انا بحلل الموليكول، صح ولا لا؟ كيف انا سرعت هذا التفاعل؟ من خلال اني قللت مين يا شباب؟ الانرجي بارير. واضح يا طيبين؟ اوكي، واضحه المعلومه ان شاء الله رب العالمين. فهنا عندك المثال ايش احنا ايش هنا قلنا اللي هي الكاتالايز والانكاتالايز، هاي ترانزيشن ستيت عندك، اما اذا بنعطيه طاقه بنحوله الى برودكت، واذا رجعنا قللنا الطاقه بيرجع للسبستريت. الانزيم ايش عمل؟ لاحظ قلل هذا المقدار من الطاقه، بالتالي صار التفاعل اسرع، نوصل لهنا اسرع وبمشي التفاعل بهذا الاتجاه اسرع. هيك بسرع الانزيم التفاعل يا شباب. طيب كيف الانزيم اوكي بيقلل الدلتا جي بلس بلس؟ كيف بيقللها؟ الانزيم باند ترانزيشن ستيت بيست. خليك معي الله يرضى عليك، نشوف في سلايد بعدها في صوره هنا. هلا بنرجع نقرا سلايد وبنرجع لها. الانزيم باند ترانزيشن ستيت بيست، هلا انت في عندك للبرودكت والسبستريت، عندك هاي السبستريت هيك وعندك هذا البرودكت، وفي عندك حاله وسط خلينا نحكي هيك، تمام؟ واضح يا شباب؟ نعمل لها هون هاي هاي هذا وهي هذا الشكل مثلا، وفي عندك هنا ايش؟ حاله وسط. افهم علي، هذا السبستريت وهذا البرودكت، في الوسط في عندي شيء اسمه ترانزيشن ستيت اللي هي الحاله الوسطيه. قبل ما احول السبستريت الى برودكت مباشره ما بقدر احوله مره واحده، لازم امر من خلال مين يا شباب؟ الترانزيشن ستيت هاي، تمام؟ خلينا نحكي كالاتي. اوكي، هلا الانزيم عشان يسرع التفاعل، الانزيم ممكن يجي يمسك هاي ويكسرها ويحولها لهي مباشره مثلا، هذا بياخذ وقت طويل. ولكن وجدنا انه الانزيم اذا تحول السبستريت الى ترانزيشن ستيت، وجدنا انه ارتباط الانزيم مع ترانزيشن ستيت ايش ماله؟ افضل، بالتالي بيسرع التفاعل اكثر. اذا الانزيم بايند ترانزيشن ستيت بيست اور بيتر ذان بايندينج ذا سبستريت اتسلف. انزيم اكتيف سايتس ار كومبلمنتري تو ذا ترانزيشن ستيت اوف ذا رياكشن. مش حكينا في عندنا كومبلمنتريتي بين الاكتيف سايتس واي سبستريت؟ لازم يكون في تكامل بينهم، صح ولا لا؟ هلا التكامل بيكون افضل مع الترانزيشن ستيت منه مع السبستريت نفسه. اذا لازم احول السبستريت الى الترانزيشن ستيت اول، بيكون ارتباطه مع الانزيم افضل. فكل ما وصلنا الى الترانزيشن ستيت كل ما سرعنا التفاعل اكثر. اذا الانزيمز بايند ترانزيشن ستيت بيتر ذان السبستريت اتسلف. اوكي يا طيبين، نشوف المثال المرسوم عندنا هنا. لو كان في عندك قضيب حديد، قطعة حديد وبدك تكسرها، طبعا ما شاء الله عندك تكون ايرونيك مان، يعني كنا نكسر قطعة حديد، يعني مثال احنا بس. اوكي، عشان نقدر نكسر قطعة الحديد كلنا عارفين، يعني امسك البار تبع اي بار حديد وحاول تكسر. شو بدك تعمل؟ بدك تبدأ تضغط عليه من الشمال واليمين، صح ولا لا؟ تضغط عليه من هنا ومن هنا، مزبوط ولا لا؟ بيديك ما شاء الله تثنيه شوي شوي، صح ولا لا؟ عشان تحوله لهذا. هلا انا وانت عارفين عشان اقدر اكسر هذا لهنا لازم امر بهاي المرحله، مزبوط ولا لا؟ هذه هي المرحله اني اثنين بعد الثاني بينكسر، راح تصل الى نقطه يكون توب اوف ذا وات الثاني تبعه هذا البندنج، صح؟ هاي هي توب اوف ذا بندنج اللي هي الطاقه الاعلى. هلا اذا اعطيت كمان شويه قوه انت بينكسر، رخيت شوي بيرجع سبستريت، مزبوط ولا لا؟ اذا اعطيت طاقه اكثر بينكسر، واذا اعطيت طاقه اقل او خللت الضغط ايش بصير؟ بيرجع زي ما كان، مزبوط ولا لا؟ هذه المرحله بنسميها هي ترانزيشن ستيت اللي هي البنت ستيك. هذه خليك معي، لو كان هذا انكاتلايزد، انت لو في عندك انزيم اوكي، لو عندك انت انزيم واجي الانزيم افندي ارتبط مع السبستريت بهذا الشكل، هذا قضيب حديد، الانزيم من هون كانه مغناطيس يعني، خلينا نحكي ارتبط مع السبستريت بهذا الشكل، تمام؟ هل هذا الانزيم كيف بده يكسره ويحوله لهذا؟ الوضع صعب هنا، صح؟ كيف بده يضغط عليه؟ بده يضغط عليه من هون ولا من هون ولا من هون ولا من هون، صح ولا لا؟ هو في الاخر راح يكسره، بس راح يعطيك ايش؟ برودكت قليله، لانه من وين بده يضغط عليه، صح ولا لا؟ بالتالي تسريعه للتفاعل اكيد بده يكون اسرع من هذه، هنا اسرع، ولكن لسه فيو برودكت. طب كيف انا بدي انتج برودكت اكثر ووقت اقل؟ ايوه، اذا كان شكل الشيء، شوف هذا الشكل هذا لمين يا شباب؟
هذا للاكتف سايتس. لاحظ الاكتف سايتس هنا، لاحظ ايش ماله يا شباب، بيرتبط بشكل افضل مع الترانزيشن ستيت. فلما نوصل للترانزيشن ستيت لاحظ ارتبط معها الانزيم هنا، سهل جدا الضغط بس يكون هنا، تضغط من هون ومن هون ايش مالك كسرته وعطيت هذا. فبالتالي زي ما حكينا الانزيم از كومبلمنت مع مين، مع ترانزيشن ستيت افضل، فبيعطيك برودكت اسرع. واضح يا طيبين شو الفكره؟ اوكي. طيب احكي لك مثال ثاني، قصه قلنا بنحطها للشباب صوره وبعدين بطلنا نحطها. لو انت عندك اخوك الصغير عمره سنتين وسخ البلوزه تبعته، كيف بتشلحه اياها؟ يلا وريني. مش راح توريني انت، انا بوري بحكي لك. يعني اول شيء بدك تجيبه مرحبا يا اخوي وكيف حالك شو اخبارك، بدك تتلطف معه انه يكون في بينك وبينه تفاعل اذا بين الانزيم والسبستريت. النقطه الثانيه شو لازم تعمل يا شباب عشان تقدر تشلحه بلوزته؟ بدك تفك الكمام صح ولا لا؟ مش تمزعها، بدنا اياها نغسلها ونرجع نلبسه اياها. فشو بتعمل يا شباب؟ بترفع ايديه لفوق راسه، مزبوط ولا لا؟ لما بترفع ايديه لفوق راسه هاي هي ترانزيشن ستيت صح ولا لا؟ لانه لو ظل ايديه جنبه حاول تسحب البلوزه منه، ارفع البلوزه من عند البطن ولا من الظهر، ما في مجال صح ولا لا؟ بس لو رفعت ايديه لفوق راسه تمام، زي مستسلم لك هو رافع ايديه، ولا انت ساحب ايش البلوزه للاعلى وطلعتها. شوفت اذا انت ما قدرت تشيلها البلوزه الا لما وصلت له مرحله ايش يرفع ايديه فوق راسه اللي هي ترانزيشن ستيت. نفس المبدا هنا يا طيبين، واضح يا حلوين المثال؟ يعني لو انه كبال بعض كان وريتك كيف، خلينا الشباب يمثلوه يعني. اوكي بندربك كيف يعني، بكره بس يجيك اولاد ان شاء الله تدير بالك عليهم. اوكي طيبين، فهذا مثال. اذا الترانزيشن ستيت هو اللي بيصير لكم كومبلمنتري مع الانزيم اكتيف سايتس افضل من السبستريت نفسه، بالتالي التفاعل بيمشي اسرع. طيب هلا احنا قلنا لك انه لازم ايش يسرع التفاعل، وقلنا عشان يسرع التفاعل بده تو لوور ذا وات دلتا جي بلس بلس اللي هي ايش الاكتيفيشن انرجي بارير. هلا ذير ار تو مودلز، في تو مودلز هم اللي بيشرحوا ايش اللورينج اوف ذا دلتا جي. واحد بنسميه البروكسيماتي، واحد بنسميه ترانزيشن ستيت ستابيلايزيشن موديل. المطلوب منك تعرف بس اللي في السلايد هذا مش اكثر ولا اقل. اللي بده يستزيد ما شاء الله عليك، ويعني عندك قول معي عندك التكست بوك اللي بده يقرا ويجي يناقشني بنشرح له اياها، اما للكل لا. اوكي يا شباب، تمام يا طيبين. فالموديل الاول بنسميه بروكسيميتي موديل. Proximity model enzymes organize reactive groups into close proximity and proper orientation. بمعنى انه شو راح يعمل؟ الاكتف سايتس مش بيجي السبستريت وبده يرتبط على الاكتف سايت صح؟ الاكتف سايت والجروب، الاكتف سايت عباره عن ايش حكينا شباب؟ هو عباره عن احماض امينيه موجوده هنا صح ولا لا؟ الجروبس الفانكشنال جروبس اللي على السبستريت وعلى الانزيم بصير نكمل بعض بحيث يصير بينهم تفاعل. وضحت؟ هذا بنسموه بروكسيميتي، يعني حطيناه بوضعيه بكل كل جروب تتفاعل مع الجروب المقابل لها. المبدا الثاني هو ترانزيشن ستيت ستابيلايزيشن، انه ايش الانزيم اكتيف سايتس ار كومبلمنتري تو ذا ترانزيشن ستيت، انه لا بتفاعل الانزيم مع ترانزيشن ستيت بشكل افضل من مين، من انه يتفاعل مع السبستريت لوحده زي ما ذكرنا. اوكي شباب، انزيم بايند ترانزيشن ستيت بيتر ذان سبستريت، وبالتالي بصير التفاعل اسرع. سترونجر اديشنال انتر اكشن، سترونجر واديشنال انتر اكشن وذ ذا ترانزيشن ستيت از كومبير تو ذا جراوند ستيت لوور ذا اكتيفيشن انرجي. اوكي، اذا الانزيم عندما يرتبط مع ترانزيشن ستيت يقلل ايش؟ تمام، لانه انت افهم علي، انت مش عندك هذا هو هيك، انت اصلا بدك طاقه حتى تحوله لهيك مزبوط. هلا الانزيم لما يجي يرتبط مع هذا مباشره، اذا انت وفرت عليه عناء الطاقه هي صح، قلل ولا ما قلل؟ فبالتالي قلل ايش؟ الطاقه اللي هي الانرجي بارير. طيب شو الميكانيكيات اللي بيعملها الانزيم والاكتف سايت؟ شو التفاعلات، انواع التفاعلات اللي بتصير حتى نحول السبستريت الى برودكت؟ عندك انزيمز may use one or combination of the following catalytic mechanism. قد يكون يشتغل as acid base، اسيد بيس كاتاليست. اوكي كاتاليسيس يعني ايش؟ بنشتغل على البروتونات، يا بنعطي البروتون يا بناخذه صح ولا لا؟
اللي بيعطي بروتون هو اسيد واللي بياخذه هو بيس. اوكي كوفالنت كاتاليسيس اللي هي التساهميه تشينج الرياكشن، يعني التفاعل كان ماشي بهذا الاتجاه انت بتيجي بتخليه يصير ماشي ايش بهذا الاتجاه، مثلا غيرت الطريق شوي بتخلي الشيرنج في الالكترونز. الميتال ايون كاتاليسيس انه يكون في ايش في التفاعل ايش انزيم زي الحديد مثلا. اوكي يا شباب لما بيكون في مش انزيم عفوا في ميتال في الانزيم اسف، الميتال هذا ايش معناته بيشتغل از ريدوكس كوفاكتور، يعني يعمل ايش يا شباب ريدكشن اوكسيديشن رياكشن، يعني اعطي الكترونات وخذ الكترونات. هذه الميكانيكيات الثلاث اللي بيستخدمها الانزيم على الاكتيف سايت عشان يحول السبستريت لمين لبرودكت. بعض الانزيم تشتغل بميكانيكيه واحده وبعض الانزيم ممكن يعمل كومبينيشن بين تنتين او اكثر. نبدا اول شيء هاو ترانزيشن اللي هم الميكانيزم اوف كاتاليسيس. اول واحد الاسيد بيس، بما انه اسيد بيس يا شباب امينو اسيد لاحظ ان ذا اكتيف سايتس قد تعمل دونيشن للبروتون تعطي بروتينات وبالتالي تعتبر اسيد، او تقبل بروتونات من السبستريت وتكون بيس، مزبوط ولا لا؟ طيب اذا شو بيتطلب انه الاكتيف سايتس، هذا الاكتيف سايتس البوكت الكبير اللي في الانزيم هذا كله يكون فيه احماض امينيه، مزبوط. هذه الاحماض الامينيه يا شباب لازم يكون عندها القدره انها تعطي البروتون او تاخذه. طب اي احماض امينيه اللي بتقدر تعمل هذا الحكي يا شباب شو رايكم؟ شو مواصفه الحامض الاميني اللي بيقدر يساهم بهاي الطريقه؟ يلا حدا يكتب ايش اشوف ولا ما فيش حدا؟ مكتوبه المعلومه امامك انه هذه الاحماض الامينيه ايش لازم تكون يا شباب؟ شو لازم تكون؟ صحي لازم تكون اسيد او بيس، بالاضافه للاسيد بيس شو لازم تكون؟ كلهم بولر، واضح. فعندك الاسيدك امينو اسيد الجلوتاميت والاسبارتيت، وعندك البيسك امينو اسيد اللايسين والارجينين مع الهيستيدين، وعندك الاحماض الامينيه الثانيه مين هم اللي هم بولر بس انشارج زي السيستين اللي عليه الاس اتش جروب، وعندك السيرين اللي عليه ايش الاو اتش جروب الثاني، مزبوط. طبعا التايروسين عشان ما حدا يهاجمني هو اروماتيك، وحكينا عنه ايش ماله انه الاروماتيك اصلا هم ايش ماله نون بولر، وحكينا هذا ايش ماله بارشالي بولر بسبب وجود ايش الاو اتش جروب تبعته. بالتالي الاكتيف سايتس لازم يحتوي هذه الاحماض الامينيه، طب مش شرط كلها احدها او اكثر من واحد فيها. بهاي الطريقه بيقدر اما يعطي ايش هو يعطي البروتون لمين للسبستريت وبالتالي يعمل التفاعل از اسيد بيس، واضح يا طيبين؟ هذا بالنسبه لمين للاسيد بيس كاتاليسيس. الكوفالنت كاتاليسيس ا ترانزيانت كوفالنت بوند بتوين ذا انزيم اند ذا سبستريت، بيصير في عندك كوفالنت بوند، بس انت عارفين الكوفالنت بوند از سترونج بدوز تحكي لي بتنكسر ما بتنكسر لا، ولكن هنا بيكون لحظيا، يعني تشكلت للحظه وبعدين انفكت، من خلالها بنغير ايش يا شباب مع السبستريت بنغير طريقه التفاعل، اذا كان طريقه التفاعل بده يجي هيك احنا بنخليه يصير يجي هيك، واضح كيف بنعمل؟ شوف هذا التفاعل ان كاتالايزد اي وبي مركب، هذا التفاعل بدنا نكسره باضافه نعمل هيدروليسيس باضافه ماء عشان نعطي اي بلس بي ان شاء الله. اوكي هلا لما نيجي نعمل الكاتاليسيس نضيف الكاتاليسيس تبعنا اللي هو مين الانزيم، الانزيم راح يجي يتفاعل مع هذا المركب اول، شو بده يعمل؟ بيجي الانزيم افندي مرحبا يا شباب كيف حالكم شو اخباركم، وبيدخل ايش بتفاعل اما مع بي او ايه بحيث بيكسر هاي الرابطه باخذ هو البروتون او الالكترون وبصير بينه ايه واحد من المركبات اللي في المتفاعلات هنا وبيطلق الاول هذا، بالخطوه الثانيه برجع بفك مين يا شباب الانزيم وبيطلع لوحده وبتكون عندك الاي والبي. شوف شو اللي صار، انت ما مشيت من ايه لبي هنا ما مشيت هيك، انت مشيت انه لا اي مع اكس اللي هو الانزيم مع الانزيم اوكي وبعدين مشيت انت لهنا تمام حتى اعطاك اي بلس اي، واضح يا شباب؟ اذا غيرنا الطريق، طبعا هذه الطريق مش تقول غيرناه يعني تصير اطول يعني ابطا لا بتصير اسرع اوكي لانه راح يقلل مين الانرجي بارير الانزيم. بنعيد سلايد 22 زميل لكم بيسال عيدها انا هنا يا شباب، قلنا الانزيم حتى يقدر يحول السبستريت الى برودكت ايش لازم؟ لازم يعمل عليه تغييرات، مزبوط ولا لا؟ يعني تفاعلات كيميائيه، شو انواع التفاعلات اللي بتصير على الاكتيف سايتس بين الاكتيف سايتس ومين؟ والسبستريت. اول ميكانيكيه هي الاسيد بيس كاتاليست.
يعني التفاعل اللي بده يصير ما بين الـ active sites والـ substrate as acid base. واحد فيهم يتصرف as acid وواحد يتصرف as base. تمام؟ عشان يقدر الـ active site يعمل هذا الاشي لازم يكون عليه أحماض أمينية معينة. مين هي الأحماض الأمينية؟ هي الأحماض الأمينية اللي بتقدر تعطي البروتون أو تأخذه. مزبوط ولا لا؟ مين اللي بتقدر تعطي؟ اللي هي بولر. فلازم يكون عندك هاي الأحماض الأمينية فيها بولر functional group. مزبوط ولا لا؟ الفانكشنال جروب لازم تكون بولر عندك هنا. مين الأحماض الأمينية اللي هي بتكون بولر؟ إما بيكون اللي هم التشارج الأسيدك والبيسك مزبوط، أو بتكون هي إيش البولر اللي هم إيش مالهم أنتشارج. بس هل قد لاحظ هذا عليه OH وهذا عليه OH وهذا في N عليها H وهنا في SH وهنا في H وفيها صح؟ هل بتقدر تعطي البروتون ولا ما بتقدر؟ كلها بتقدر تفقد البروتون، فهي بتعمل إيش دونيشن تبرع بالبروتون عشان تأخذوا مين السبستريت تحول لهذا الشكل. واضح يا طيبين؟ في هذا الاسيد بيس. الميكانيكيه الثانيه اللي هي ايش ترانزيت كوفالنت، انه الانزيم بيعمل بوند مع المركب بعدين بحوله للمركب الثاني. واضح هذا المقصود فيها هنا. الطريقه الثالثه او الميكانيزم الثالثه اللي هي ايش يا شباب؟ الميتاليك ايون كاتاليز. يعني لازم يكون في عندي ايون ميتال هنا، يعني ميتال متاين هنا تمام زي الحديد. في هاي الحالة الميتال بدنا نجيب الميتال واحد من اثنين، إما بيكون أصلاً الميتال موجود as part of the enzyme بيكون as the prosthetic group زي ما حكينا مثلاً السيتوكروم فيها الهيم، والهيم إيش فيها كان يا شباب؟ صح؟ فيها الحديد 2 plus أوكي؟ فهذا أصلاً موجود فهنا كتايتلي مرتبط، أو أثناء التفاعل إيش ماله؟ بنجيب هذا الأيون بنأخذه من السوائل اللي إيش؟ السوليوشن الموجود فيها التفاعل زي مثلا في بعض التفاعلات بدها الام جي 2 بلس. الام جي 2 بلس مش موجود از بارت اوف ذا بروتين، ولكن اثناء التفاعل بدنا اياه زي ما راح نشوف في بعض التفاعلات. كيف بدنا نجيبه؟ بنسحبه من السوليوشن وبندخله على الانزيم وعلى التفاعل. تمام. هلا شو الغايه من وجود الميتال سواء موجود في البروتين او سحبناه من السوليوشن؟ اوكي لاحظ الميتال بارتيسيبيت كاتاليسيز ان سيفرال ويز، بيشارك في التفاعل باكثر من طريقه. اولا orient the substrate for reaction by attraction مش هو عليه شحنات، ممكن يكون تأثيره على السبستريت ايش من ناحية الشحنة تجاذبا او تنافرا بحيث يخلي السبستريت يجلس بطريقة معينة سواء كانت الشحنات موجبة او سالبة. صح ولا لا؟ اذا كانت الشحنات مختلفة راح يصير فيه تجاذب فراح يجلسوا مثلا قريب، اذا كانت الشحنات مثلا متشابهة بيجلسوا بعيد. صح ولا لا؟ اذا هيعمل له اورينتيشن بهذه الطريقه. الشغله الثانيه ستابلايزيشن ترانزيشن ستيت تشارج. احيانا لا، اذا كان السبستريت مثلا شحنته سالبه هو بيعطيه مثلا شحنه موجبه بحيث يصير تعادل بحيث هذا السبستريت يصير ايش ماله ثبتنا ترانزيشن ستيت اوكي بدل ما كان انستابل. الشغله الثالثه لا اللي هي ايش اوكسيديشن ريدكشن، انه يعطي بروتون او ياخذ بروتون. فهذه الثلاث طرق اللي من خلالها الانزيم عفوا اللي هو الميتال الموجود في الانزيم ايش ماله بيشارك في الكاتاليسيز اوف ذا رياكشن. وقلنا انه هذا الميتال من وين بده يجي؟ اما بيكون مرتبط مع البروتين اصلا مع الانزيم از بروستاتيك جروب زي الهيمو جروب اللي هي اورجانوميتال فيها الحديد، او انه بناخذه من وين يا شباب؟ من السوليوشن مباشره. فهي ثلاث ميكانيكيات، الميتال ايون والكوفالنت والاسيد بيس، هي ثلاث ميكانيكيات بيستخدمها الانزيم حتى يشتغل از كاتاليست. اوكي يا شباب ان شاء الله رب العالمين. طيب ناخذ مثال، بدنا بنحكي هذا الحكي بدنا ناخذ مثال اللي هو الكايموتريبسين. هذا الكايموتريبسين يا شباب يعني مثال ناخذ انزيم نشوف هذا الانزيم اي من الطرق الثلاث بيطبق، هل بيطبق الاسيد بيس الميتال ولا الكوفالنت. ف احد هذه الامثله ناخذ انزيم اسمه ايش يا شباب؟ الكايموتريبسين. ايش هو الكايموتريبسين يا شباب؟ رينج دايجستين اثناء عمليات الهضم. حضرتك بتتناول البروتين صح؟ البروتين بده يصير له هضم لازم نكسره الى اجزاء اصغر. اوكي مين اللي بيكسر البروتين؟ هذا اللي بيكسر البروتين عباره عن انزيمز، هاي اللي مجموعه من الانزيمز بنسميهم نطلق عليهم بروتيازز، من اسمها بروتيازز يعني بروتينات بتكسر ايش البروتين بروتيازز. تمام. اذا هذا البروتين اللي انت تناولته لازم انا اكسره الى اجزاء صغيره احماض امينيه حتى يقدر الجسم يمتصه ويدخل على السيستم تبعنا ونستفيد منها. مظبوط. الانزيمز هذه اللي بتكسر البروتينات بنسميهم ايش يا شباب؟ بروتيازز. واحد من هذه البروتيازز ايش اسمه؟ كايموتريبسين.
اوكي طيبين. الكايموتريبسين، الكايموتريبسين از one of several proteases، في اكثر من نوع طبعا، اكثر من واحد من البروتيزز، هو واحد منهم. That cuts peptides at specific. وين بتقطع البروتين؟ هاي البروتين كبير، طب هذا وين بده يجي يقطع؟ مش بيقطع هنا وهنا وهنا وهنا، لا، التقطيع مش عشوائي يا شباب. اذا كايموتريبسين is one of several proteases that cuts peptide، لاحظ وين؟ at specific locations، ما بيقطع في اي مكان، عند اماكن معينه on the peptide backbone. واضح؟ اوكي. هلا this protease is able to cleave the peptide bond adjacent، عادة ما بيكسر يا شباب قريب من الهيدروفوبيك، لما تكون الR group هيدروفوبيك وكبيرة، هيدروفوبيك هيدروفوبيك R group كبيرة، زي مين مثال عليها؟ الأروماتيك. فهو بيجي مشي على البروتين، بضل ماشي مع البروتين، وين حصل حامض أمين عليه بنزين رينج مثلا؟ اقطع بعده، بيرجع بمشي، لقى كمان بنزين رينج اقطع بعدها، لقى كمان بنزين اقطع. وضحت كيف يا شباب؟ يعني بيجي على هذا مثلا، اذا بدينا من الان بيجي الانزيم بمشي هيك بيكسر على الكورنيش، وين ما حصل كافي شوب بيشتري كاسة شاي او قهوه، صح؟ لا، هون بيقطع البيبتايد بوند، بيكمل مشيته، حصل هون كمان بنزين رينج مثلا، ايش ماله؟ بيجي بيقطع بعدها، حصل كمان بنزين رينج بيقطع، وهكذا. واضح يا شباب؟ اذا الكايموتريبسين ات كات ذس بوند، اي بوند هاي اللي هي البيبتايد بوند الواقعه بين بعد مين؟ بعد الحامض الاميني اللي هو الاروماتيك رينج. اوكي طيبين ان شاء الله. الكايموتريبسين يوزز موست اوف ذا انزيماتيك ميكانيزم، بيستخدم اكثر من ميكانيكيه من اللي حكيناهم. احنا حكينا ثلاث، حكينا الاسيد بيس والكوفالنت ومين كمان، و شو الثالثة يا شباب؟ يلا أشوف اللي هي الميتاليك. أوكي الميتاليك. هلا هذا شكل الكايموتريبسين، هو عبارة عن حامض أميني مكون من 3 بوليبيبتايد، A chain B chain و C chain، تمام؟ بين الثلاثة في عندك إيش؟ انغماد، اللي هو مين يا شباب؟ الأكتيف سايتس. هذا الأكتيف سايتس اللي أنت شايفه عبارة عن انغماد، له مكونات، رح نتج إنه فيه بارت هول هيك زي جورة فيه، بنسميها هيدروفوبيك بوكيت، جوره جوا اسمها هيدروفوبيك بوكيت. وراح نلاحظ انه في الاكتيف سايتس في موجود الاسبارتيك امينو اسيد او الاسبارتيت، اوكي، وعنده الهيستيدين 57 طبعا، يعني مواقعهم الاسبارتيت 102، وعنده السيرين 125، وفي عنده الحامض الاميني الجلايسين 193. واضح؟ هذول في الاكتيف سايتس موجودين في البوكيت، اوكي، وعنده هذا البوكيت اللي هو ايش؟ داخل الاكتيف سايتس هيدروفوبيك بوكيت، اوكي، هذا مكونه. هاي الرسمه هنا اوضح، شوف معي، هاي الاكتيف سايتس، هذا البوكيت اللي هو الاكتيف سايتس ككل، اوكي. من جوا من ايش مكون؟ عنده هذا الانغماد جوره هنا بنسميه هيدروفوبيك بوكيت، وعنده جوره ثانيه صغيره في الوسط بنسميها اوكسي انايون هول، حفرة صغيرة، اوكي، اوكسي انايون هول هلا بنحكي عليهم. وعنده شايف الجلايسين من هاي الجهة، والسيرين من هاي الجهة، والهيستيدين من هاي الجهة، وفي كمان الاسبارتيت من جهة ثانية، هاي الاحماض الامينية اللي بشكل الاكتيف سايتس. لما بيجي البروتين بدخل هنا البروتين، بيجي هون وبصف بهذا الكراج، اذا هذا البروتين بدنا نقطعه، بما انه بنحكي على الكايموتريبسين، لاحظ بده يقطع بعد الاروماتيك، وين بده يقطع؟ بده يقطع هاي، مش هنا البيبتايد بوند، هاي اللي هي بين هذا الحامض الاميني وهذا الحامض الاميني، لانه هاي الالفا كاربون، اوكي ولا لا؟ مين الالفا كاربون يا شباب؟ هاي الالفا كاربون، صح؟ احنا البيبتايد بوند مين ومين؟ بين الالفا كاربون، صح؟ لا، بين الالفا كاربوكسيليك جروب مع الالفا امينو جروب، في عندنا امتحان، فهو بيقطع البيبتايد بوند هاي اللي بين السي والان. كيف بده يقطعها؟ اول خطوه انه اللي بيجي البيبتايد الانزيم وبدخله داخل الاكتيف سايتس، مزبوط، داخل الاكتيف سايتس. انت لما بدك تذبح الخروف شو بتعمل؟ اول شيء بتثبته، وبعدين بسم الله الله اكبر، مزبوط. فاول شيء عشان نثبته، لاحظ هنا الهيدروفوبيك بوكيت بيمسك البنزين رينج اللي هي الهيدروفوبيك، بيمسكها، هي ثبتنا الخروف، بعدين نبدا عمليه الذبح. واضح؟ هلا الاو اللي موجودة على الدبل بوند او اللي هي عند الرابطة اللي بدنا نكسرها هون، هاي الاو كمان بنثبتها
في مين؟ في الانغماد او في الحفرة السالبة اللي حكينا عليها اسمها اوكسي انايون هون. اذا هي ثبتناه من هون ومن هون. هلا بيبدا الشغل تبعنا يا شباب. لاحظ الحامض الامين الهستيدين راح يصير له خلينا نحكي اكتيفيشن، مصطلح يعني هيك بس تفهمها، بيأثر عليه الحامض الامين اللي هو الاسبارتات 102 بحيث يعطيه بروتون زياده، بصير في عنده ايش اكسترا بروتون هنا، بصير انستابل. شو بده يعمل في هذا البروتون الزايد؟ هو بيعطيه لمين يا شباب؟ لاحظ خليك هون اطلع هون الاستراكشر، هنا عندك هاي السيرين تبعنا هذا اللي في الاكتيف سايتس هنا، هاي السيرين اللي في الاكتيف سايتس، لاحظ الاو اتش تبعته هنا، هاي الاو تبعته، وهذا مين الان تبعت الهستيدين جاي كمان على سطح الاكتيف سايت، ففي بينهم تفاعل. اوكي يا شباب، كيف هذا التفاعل؟ لما بيجي صاحبنا اللي هو مين البيبتايد ودخل في الوسط، هلا انتبه معي الله يرضى عليك، الهستيدين نتيجه تاثير اللي حكيت عليه الاسبارتات 102 بتتخلص من ايش البروتون تبعها، لمين بتعطيه؟ بتعطيه للاو اتش تبعت مين؟ الاو تبعت السيرين. ها لسه ما اشتغلناش على البيبتايد احنا. اوكي طيبين، هلا الاو اتش تبعت السيرين، الاو هاي صار عندها اكسترا الكترون او بروتون، شو بدها تعمل فيه؟ بتعطيه لاقرب ذره لها. مين اقرب ذره لها؟ اللي هي الكربونه اللي هي عليها اللي هي الكربونين، الكربوكسيليك جروب تبعت الحامض الاميني اللي هو الاروماتيك. اوب اخذ هذا بروتون هون، صارت هاي الكربون عليها كم رابطه؟ اجاها الكترون وعندها 1 2 3 4 صار عليها 5. طب هي ما بتستوعب غير 4، فشو لازم تعمل؟ لازم تتخلص من واحد. عشان تتخلص منه اوكي بتعطيها لمين؟ بتكسر الدبل بوند تبعت الاكسجين هاي عشان ضل عليها بس 4. طب وين بده يروح الالكترون تبع الدبل بوند؟ بيجي على الاكسجين من هنا، بتصير شحنه الاكسجين هاي ايش مالها؟ سالب. عشان هيك هي ثبتت وين يا شباب؟ حكينا في الاوكسي انايون هول. واضح هاي الخطوه هاي؟ طبعا احنا اختصرنا لكم الشرح طويل هنا بس افهم علي. هلا هاي الاكسجين صار عندها اكسترا الكترون، شو بدها تعمل؟ بدها تخلص منه، وين بتسوي؟ بتوديه بترجعه للكربون. الكربون طب وين بده يوديها؟ بده يتخلص صح؟ صار عنده 5 روابط مره ثانيه، بيكسر هاي الرابطه اللي هي مع الان. فلما يكسر هاي الرابطه اللي مع الان ايش ماله؟ بفك هذا البارت عن مين؟ عن هذا البارت. وبيطلع هذا البارت لبرا، هاي انكسر عندك البيبتايد، وبعدين بنفك هذا البارت وبيطلع مره ثانيه. واضح؟ طبعا هاي في لها خطوات احنا اختصرناها عليكم، ما طلبناها منكم، بس تفهم هذا الكلام اللي بيصير، انه بيجي البروتين وبرتبط داخل وين يا شباب؟ داخل الاكتيف سايتس. هلا كيف بدنا نكسره؟ من خلال ايش؟ اول خطوه هذا الهستيدين، هذا الهستيدين تبعنا اتصرف از وات يا شباب؟ از بيس، عشان تكون عارف. هاي اول ميكانيكيه. هلا في الخطوه الثانيه لما رجعنا الالكترون لهنا اوكي كسرنا هاي الرابطه، اعطت الالكترون تبعها رجعته للهستيدين، فهنا كانت ايش يا شباب؟ خلينا نحكي كوفيلنت. فهي طبقت تو ميكانيزمز. هذا الانزيم بسميه كاتاليك تريد، يعني ثلاث، مكون من ثلاث احماض امينيه اساس، الهستيدين مع السيرين هنا اوكي يا شباب مع الجلايسين، اوكي ثلاث احماض امينيه اساسيه موجود. طبعا الجلايسين هنا وظيفته يعمل ستابلايزيشن لذره الاكسجين هاي اللي هنا ويثبتها بهذا المكان، يضل جالسون ما تطلع منه. اوكي هلا بجوز واحد يجي يسال سؤال، طيب اوكي كسمنا هذا طلع لبرا وظل البارت هذا مرتبط، كيف بدنا نفكه؟ نفس الشيء بنعمل نفس الميكانيكيه يا شباب، ولكن من وين بدنا نجيب الاتش المره هاي؟ هنا بالخطوه التي تليها بنضيف، بس ينفك هذا ويطلع برا هذا الجزء، هذا الجزء بس تطلعه برا يا شباب، اسف هذا الجزء ايش معنا ما بدنا نكتب فيه، هذا الجزء بس تفكه وتطلعه برا اوكي خلص راح. كيف بدك تفك الجزء المتبقي عن الانزيم؟ لازم تفكه من هون ومن هون صح ولا لا؟ تمام. شو بنعمل؟ بنضيف جزء ماء. هلا جزء الماء هو اللي بيعطي الاتش والاو اتش، الاو اتش بتيجي هنا والاتش بتيجي على السيرين اوكي هنا، وبعدين بيعطي الالكترون مره ثانيه لهون، بس المره هاي شو بنكسر يا شباب؟ بنكسر ايش؟ الرابطه اللي هنا، وبيطلع صاحبنا هذا لبرا. اوكي طيبين، هذا باختصار كيف عمل الكاتاليتيك تريد تبع الكايموتريبسين. راح الخص العمليه وانزلها بشارت للشباب للميديسن اللي بحب اشوفه كمان منكم، ما فيش مشكله بفهم هاي الطريقه اكثر. اوكي يا شباب، هلا
اذا لاحظنا انه هذا الانزيم اللي هو الكايموتريبسين طبق ثلاثه اثنتين من الميكانيكيات اوكي الكوفيلنت والاسيد بيس اوكي طيبين. هل هذا الانزيم فقط هو اللي بيشتغل بهذه الطريقه؟ لا، في عندنا انزيمات اخرى بتشتغل بنفس الطريقه، يكون عندها في الاكتيف سايت تبعها ايضا احماض امينه بتشتغل بنفس الطريقه مع اختلاف انواع الاحماض الامينيه. لاحظ التريبسين عنده اسبارتيت، الالاستيز عنده الفالين. اوكي شباب واضح؟ الله يرضى عليكم. هذول الانزيمات اللي هو الكايموتريبسين والتريبسين والالاستيز بيشتغلوا بنفس الميكانيكيه، بيشتغلوا بنفس الميكانيكيه، واضح؟ هذول الثلاث، ولكن مع اختلاف ايش؟ الاحماض الامينيه اللي بتشارك بهذه الطريقه. فالكايموتريبسين والتريبسين والالاستيز طبعا الثلاثه يعتبروا بروتيز انزيم، عندهم ايدنتيكال كاتاليتيك تريد ميكانيزم، نفس الميكانيكيه بالضبط مع اختلاف طبعا الاحماض الامينيه زي ما حكينا. لاحظ سيت ريزيدز انسايد كاتاليتيك بوكيت ديتيرمين ذا سبيسيفيك اوف ذا انزيم. شو اللي بخلي هذا الانزيم يختلف عن هذا عن هذا عن هذا الثلاث؟ وجود الاحماض الامينيه اللي بالاكتيف سايتس. الاحماض الامينيه اللي هنا تختلف عن الاحماض الامينيه اللي هنا، تختلف عن الاحماض الامينيه اللي هنا، اوكي؟ بالتالي بس الثلاثه بيشتغلوا بنفس الميكانيكيه. واضح يا طيبين؟ لاحظ التريبسين بيقطع وين يا شباب؟ بعد البوزيتيفلي تشارج ريزيدز، يعني بيجي بيمشي على البروتين. وين حصل بوزيتيف تشارج امينو اسيد؟ اقطع بعده. بيمشي كمان حصل بوزيتيف اقطع بعده وهكذا. الالاستيز ايش بيعمل يا شباب؟ بيجي بيمشي على الاحماض الامينيه، وين في حامض اميني الار جروب تبعته صغيره؟ اقطع بعده. زي مين؟ ما اللي بولر زي نان بولر، اللي زي مين؟ زي الفالين والجلايسين، هذول صغار صح ولا لا؟ اقطع بعدهم وهكذا. اما الكايموتريبسين زي ما ذكرنا فهو بيقطع بعد ايش يا شباب؟ اللارج هيدروفوبيك، زي مين؟ زي البنزين رينج. اوكي يا شباب واضح؟ هذول الثلاثه بنسميهم بروتيزز. شو يعني بروتيزز يا شباب؟ حدا متذكر شو حكينا يعني شو بروتيزز؟ يلا اشوف ايش هم البروتيزز. they are enzyme that do what that breaks down او بتكسر مين؟ البروتينات الاخرى. بالضبط that breaks down proteins. اوكي يا شباب كيف بيشتغلوا؟ حكينا مثال اللي هو الكايموتريبسين بيشتغل بميكانيكيه معينه اللي هي ايش؟ عمل كاتاليسز من خلال اشتغل از بيس اسيد بيس والكوفيلنت. وقلنا هاي الثلاثه بيشتغلوا بنفس الميكانيكيه ايدنتيكال 100% مع الاختلاف وين يا طيبين؟ حكينا الاختلاف في انواع الاحماض الامينيه الموجوده على الاكتيف سايتس. في حد عنده اي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ اوكي طيبين. طيب اذا انهينا محاضره اليوم، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله اليوم، ونلتقي ان شاء الله غدا في محاضره جديده بنكمل فيها موضوع الانزيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.